خلعات وفوت خلع غلطنا في الطريق غادي الحسيمة وجايين من هنا حنا عاود ما يجوش الضربية الاخوان السلام عليكم فيديو جديد في واحد الادفنتشر جديدة عندنا واحد التراجي ان شاء الله غادي نبدا اليوم نضرب الطريق من هنايا حتى السعيدية في نهار واحد السعيدية كاطولو ومن تما نقدر نبات عاوتاني نشد الطريق حتى الحسيمة يعني مرورا بين ماضور وراكم عارفين نبقى غادي غير الى البحر البحر يعني الحسيمة نقدر عاوتاني النهار حتى عاوتاني نقدر انا وقفت طوال في مارتين مورا نقدر نزيد طنجة على حسب الوقت اللي عندي اولا ندير طنجة ونجيب حالي نيشان في واحد المهم ربع ايام ما خصنيش نفوتها هادشي اللي غتشوفونا معنا كامل من بعد انترو بياو كيلو غزال 20 باش بزاف مزيان يقلب الروايد ديالو اول حاجه الخوت تنقلبوا الروايد ديالنا من الريح وصل لك تدخلوا طرود اخواني باش نربحوا الوقت غنمشيو في الطرود من هنا غنخرجوا من الخرجه من فاس الشيء غير باش نربحوا الوقت حيت الطريق مسرح شويه في الطرود غدا نيشان اما راه ما يمكنش نمشي في الطرود كامله الطريق هذه راه امبوسي راه الملل اللي كاين في الطريق هذه بزاف ماشي بحال الطريق جد كازا الرباط فيها ما يتشاف هنا والو حبسنا فيريفينا الموتور ديالنا شفنا واش كلشي مزيان 60 كيلومتر الاولى ونكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله ديريكسيون السعيديه غنحبسوا في تازا بعدا نفطروا عاد نكملوا الطريق اخوان قبل ما تكملوا لا فيديو بغيت نقول لكم اللي كانوا مشاو لي شي فيديوهات في هذا الروت تريب داكشي علاش ما غاديش تبان لكم داكشي غادي متسلسل يعني حاول ما امكن نجمع لكم غير ابرز اللحظات اللي دازوا معايا في هذه الرحله هذه فرجه ممتعه ياك شكرا بزاف ربي يخليك حتى هو اللي كدير غير المطر المطر تروحي الطوموبيلات المهم هادشي ديال الطوموبيلات الناس اللي عاد باديين ها خذ راحتك ديماري ضربوا شي دويرة ضربوا شي دويرة صداع ياك عندك كنت طلعتي من هاد الجهة باش تجيك ساهل هاك خلعات وفوت خلع ديجا ب 8 ونص قديم قديم هما جداد ما بقاش كيخرجوا هذا ولا النوفو ديالو تيدير هذا اللي علمني هو هذا الشيء الله يسخر على نهار اللي دخلنا هنا العشيه هنا كيهم اللي كيو حنا هنا كنكيو مشكله تبقى خوت عائلات كلشي واو ما سدينا صح سالين هنا قال ملي خرجنا خسرنا هنا بقينا هنا قال عمر الله عمركم دار فتح هنا في المغرب اه ولينا حاجه هي صله الرحم ما بقاش اه دابا راه هادي ابليال هادي غير ابليال دابا راه عايش عايش في المكتب ولكن باقي ان شاء الله ان شاء الله كلشي قريب ان شاء الله حتى حاجه ما بعيده ان شاء الله نجيبو من فرنسا ان شاء الله يلاه بصحتكم الله يعاودكم ربي يخليكم ربي يخليك شكرا على سلامتنا ناس سعيدية كاين شي حد هنا ونيشان ولاد مكناس فين ما تمشي تلقاهم الله يحفظك انا سولتك ها الله قلت لك تحيه لمكناس زعما باش تعرفني مكناسي انت فهمتي ودراري صحابي بزاف كاينين في ويسلان داي 2 اخوان صباح الخير بقينا معطلين 10 و40 دقيقه ولا كذا و40 حنا يلاه دابا خرجنا نمشيو نقلبوا فين نفطروا باش نشدوا الطريق ان شاء الله للحسيمه هذا هو الكورنيش ديال الناظور ما كان راه البارح كان فينا العيار ضرب من مكناس
جلست عليا وتوطاو ثاني الناطور وعاود تعوم فهادشي كامل راه مساري وعايم داير كلشي. الطريق ديال الحسيمه هي هذه الحسيمه. ها لا غادي الحسيمه كاينش كاع على طريق حسيمه. هذا الجي بي اس عطاتني واحد الطريق من هنايا داكشي علاش صافي غلطنا في الطريق غادي الحسيمه وجايين من هنايا حنا. ايوا شاف بحال مساريين وصافي. ها فرخانه ندور على اليمين هذاك الدور هذيك الطريق الساحليه احسن صافي شوك الله يحفظك الشاف الله تلفنا في الطريق غادي الحسيمه صدقنا واصلين للطريق خاصة الطريق هذه اللي دايز من دابا فين دايز ايوا راك عارف فاش كتكون غير مساري ما تعطيش اهميه لهذا الشيء هذا تقول تعالى تلفت ماشي مشكل نخرج شي بلاصه وتمضر على راسي ما يبقاش فيه الحال شحال ما شحال صافي شنو واو الما كيبان كلشي كيبان اللي كيعوم الحجر. وفي هذه الاثناء سيداتي وسادتي نكون قد دخلنا الى مدينه الحسيمه. اوه هذه كان عليا نعاودها باش دابا هضرنا بابا هذه الحسيمه ولي ولي عامره الدنيا ها الدنيا عامره ما تلقاش فين تعوم بابا دابا الناس المنطقة سيفطونا للبلاصة قالك أحسن بلاصة تعوموا فيها سميتها تالا يوسف تالا يوسف. موت أفريكا توين مرة أخرى جي قال لينا الاخر قال لينا لهيه احسن بلاصه نوض الموطور هنا ما تحاولش ما تحاول ما يدوش ما تحاول زعما عرفتك شنو باغي يكون شي كروس ولا موت يا هبط كروس انت تابع هذا غتهبط ولا ما تحاولش مره اخرى مره ماشي زعما ضروري خصك تنعس زعما بالفيراج تركب تكسكاس الارض باش تما راك تستمتع بالفراش لا غلط ماشي باش نبينو لشي واحد بلي حنا واعرين حنا جايين نستمتعو جايين نعيشو اللحظة نعيشو هنا مبقيتي عايش حياتك ديما دير في بالك انك ايوا خصك غير واعر خصك ترضي شي واحد خصك غير نقول لك صافي عاد درتيها مزيان اما كدير شي حاجة ما غاتعيش حياتك مزيان يعني عيش حياتك انت كيف باغي انت يعني دير انت داكشي اللي تتشوف راسك مقتنع به ما شديهاش واحد اخر الرساله ديالنا راه واقيلا وصلات وشي بغيت نسمع يعني عيش حياتكم اخوتي هز الموطور وعيش اهم حاجه راه هي تضرب الطريق وتفاجئ على راسك وترجع سالم من الدار هذه هي اهم حاجه وترجع سالم ماشي دير شي حاجه انا اللي فوق طاقتي ونجيبها براسي باش موسى مزيان اخو موسى كي داير مزيان نهار كبير حنا دابا راه كلينا دابا شي اربعة البلانات هذا الخامس غنديرو دابا ياك هذاك الشيء اللي كاين شي 2400 درهم دابا اللي واكلين هو هذاك تاينا بلان 260 درهم تاينا كلين 250 احمد يا اخويا التكويت اخويا التكويت اخويا نو صدفة خير من ألف ميعاد كيقولوها هذيك الريسونس حتى كيوقف عليا الدري موسى مول السوزوكي اللي كان مشى معنا للخريجة ديال إفران لا فيديو أنا خريج لكم هنايا والله إلا مصادفة زوينة هو مازال هنا وحنا دابا غنشدو الطريق إن شاء الله هادشي في شاوان
تطوان دابا كلشي طويره حدا الحمامه ولا الضو. يلا خوتي بقى معنا. عاش في شاون، احنا دابا في راس الماء في شاون، احسن بلاصه يمكن تجي لها الحراره هذه. حنا دابا في مدينه الشاون سالينا وغنمشيو بحالنا. الدريري قال لنا بلا ما تدوزو من لا جي دوزكم من واحد الطريق، احنا نديرو له خاطر واخا ما تنبغيش ندوز من هاد الزحامات الصراحه. مي ولد المنطقه هو عرض عليا دير شويه الموسيقى للناس د المنطقه هنايا. ساريكم في هاد الدروبة ديال الشاون، مناظر زوينة فيها. تبارك الله دبلو سيتي. دابا هو مكيدينا ورانا الطريق، قال لي ماشي مشكل غير زيد راه الموتور شي يدوز. حنا نشوفو هادشي كيفاش. الشوارع حتى كنلقاو شي دروج نزدقو هابطين فيه. شوف شوف شكون كيدير، شوف شوف فاست اند فوريوس ضربية. مسقوط هذا الله يلا مسقوط، الله يلا تجربة واعرة هذه بالله. مسقوط اوووو انا ناضي بالله ما كاينش الزحام. طيب حشي مطاردة وراك وراك والزمن طويل عندك تطيح. المهنة سير دور صافي هنا صافي. الطريق هذه صافي. يلا يا شيري يلا تهلا نهار كبير هذا تلاقيناك. الله يحفظك يا مرضي عز. هذه واحد دو هنايا والله الا تجربه واعره ملي غندوزو دابا داكشي ديال افلام تكون عامره. تكون عامره داكشي ديال افلام امريكانيه. سولا الطاكسي نيش. السلام عليكم. الطريق اللي كتدير وزان هي هذه نيت صافي سير. دابا تخلط ليها الفوق مع التحت داكشي باش سولت. واحد المعلومه اخوتي، شف شاون راه معروفه عند الاسيويين اكثر من المدن الاخرى، اكثر من مراكش واكثر من كازا واكثر من المدن الاخرى الكبيره. معروفه دبلو سيتي. شحال من واحد كيجي للمغرب غير على قبل هذه المدينه هذه، على قبل نشوف هذه البنايات يعني اللي كلها بلون واحد موحد اللون الازرق. وزن 66 كنا 197 المهم اليوم 24 ان شاء الله كنا دابا 5 و 44 دقيقه ديك 90 ميبي نكونوا في الكنس. هادشي لا ما درناش ما وقفناش بزاف. مدينة وزان ترحب بكم.
على بركة الله إخوان قسنا بوزن شوية، ارتحينا شربنا قهوة، بقاتنا 133 المكناس. ودابا غنشدو الطريق إن شاء الله قبل ما يزيد تحت الظلام، واحد ساعة ونص ديال الطريق هكاك تقريبا. دعاء السفر ضروري، توكلنا على الله. وقفت بدلت الفيزير، درت فيزير ترونسبارو هي اللي خدامة لشي ظلام الحال، حيت دابا 8 و 38 جودة تاع الظلام شوية تيطيح الباش. وغنكملو واحد الساعة لما كانا في الظلام، داكشي علاش. المهم اخوتي كانت هادي الرحلة ديالنا، الحمد لله داز بخير على خير لحد الآن، عطلنا واحد 100 كيلومتر. المهم نطلب الله كلشي يكون بخير وعلى خير. هذا ما كان ايه اخوتي تمام. باش نقول لكم بلي عندي باج فيسبوك داخل فيها بمرايد، من هنا قدام انا راح فيها هذه فيديو، الناس اللي بقاو يحافظوا على الكونيكسيون ديالهم. المهم خليونا لي لايك ولي كومونتير ديالكم. بيس.